توضيح. توضيح يا بعدين. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هي اللي تورينا وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا، انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المرة دي طب نصوحة يا هموش، وحسكم عينكم اشوف حد فيكم في اي حته، ونفسي دلوقتي حد يبربش لناس تبعنيه. ده انت طايح قوي 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 يا غبي، واي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن عليه. انت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا أعمل. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، الته هي اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خساره، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفه، هقطع خبره كالكوضاي الميه لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري ورايا يا عزيز، اطهر ما تخلوش غيبه عن عينك. جري. امرك يا معلمه. الواد ده اكيد لقاله سي 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 تانية. ولو قفلنا عليه سي 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 تانية هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكة التانية بقى؟ انا هقول لكم عليها. الواد ده مش هسي سي سي سيبه، وانا اللي هقطره. يكون في حلمكم. الواد ده اذا مرجعش لازم نخلص عليه. لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لان لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكه الشحاتين. اي مملكه لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. او انا في سبيل بقائها. يا مسقف انت، على النعمه انت خساره فينا يا جدع. يكون في علمك يا استاذ جمعه، لازم تحضر لنا واحد تاني، لان المكان ده سوء.